بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا بكم في حلقة جديدة في محور القرآن والذكر، نخصصها بحمد الله وتوفيقه ورعايته وعنايته للحديث عن الذكر الكثير. فالذكر ما يجري على اللسان من تسبيح وتحميد وتنزيه، ونعتي الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والجمال، وأيضا ما يجري على القلب من استحضار الأمر والنهي والوعد والوعيد، واستحضار عظمة الله عز وجل ومراقبته. لذا ينبغي للذاكر أن يستحضر الله عز وجل في أقواله وأفعاله ونيته. وقد ارتبط لفظ الذكر في القرآن الكريم وفي أحاديث نبوية شريفة بالكثرة، والكثرة هي نماء العدد وهي ضد القلة. وقد فسرت النصوص القرآنية والحديثية التي ورد فيها الذكر الكثير بالاستمرار في الذكر والدوام عن الذكر والاستغراق في الذكر. والذكر الكثير ورد في آيات قرآنية متعددة جاءت في سياق منتظم ليهيئ وليشعر المؤمن بأن الذكر مطلوب بالكثرة في مختلف نواحي الحياة. فقد جاء في سياق التأسي والاقتداء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد جاء في معرض الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجاء في سياق التعاون والتضافر لإقامة الدين ونشر دعوة الله عز وجل. قال تعالى: اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وجاء في سياق سبح النهار وابتغاء فضل الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجاء أيضا في سياق الإيمان والعمل الصالح والانتصار من الظلم. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وجاء مطلقا، وجاء الأمر بالذكر مطلقا في آيات متعددة. الذكر له بعض الخصائص والميزات. الخاصية الأولى أن الذكر ليس له حد ينتهي إليه. الخاصية الثانية أنه لم يعذر أحد ولم يرخص لأحد بترك الذكر. وقد عبر عن هذه الخاصية ابن عباس رضي الله عنه في تعبير بديع جدا، قال: لم يفرض الله على عباده عبادة إلا وجعل لها حدا معلوما، وعذر أهلها حين العذر غير الذكر، فإنه لم يجعل العذر إلا لمغلوب على عقله. وبهذا يكون الذكر وبالكثرة في الليل والنهار، في البحر والبحر، في البر والبحر، في السفر والحضار، في الصحة والسقام، في السر والعلانية. وخلاصة الأمر أن يذكر الإنسان ربه على كل أحيانه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر بعضهم أن زكريا عليه السلام حينما طلب الآية من ربه، حيث قال الحق عز وجل: قال ربي
اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عطل لسان سيدنا زكريا عن الكلام والتحدث مع الناس من غير علة ولا مرض، ومع ذلك أمر بالذكر الكثير. قالوا لو رخص لأحد بترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام. ثم إن أحد الأعراب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني بشيء أتثبت به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اعتبر هذا أيضا دليلا على عدم ترك الذكر في أي حال من الأحوال. والذكر الكثير هو مناط ومعيار الأفضلية. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة، فقال الذاكرون الله كثيرا. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبق والمزية للذاكرين الله كثيرا حين قال سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. وحينما نتحدث عن الذكر الكثير ينبغي أن نستحضر بالمقابل الذكر القليل، فهو ورد في سياق الذم وورد في سياق الحديث عن المنافقين. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي يذكر ربه كثيرا يحصل له الاطمئنان الكثير، على بذكر الله يطمئن القلوب. والذي يذكر ربه كثيرا يذكره الله عز وجل كثيرا. ثم أنبه في ختام هذه الحلقة على أن الذكر له ارتباط وثيق بالطاعة. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه الذكر الطاعة، من لم يطع الله لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. فينبغي أن يكون الذاكر ملتزما بأوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفصل بين العبادة والأخلاق والمعاملة. فحياة الإنسان كلها لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.